ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ايه بس نحن هون مالنا فرصة شنا، نحن هون لندفن امي، يعني حسي فيني شوي. حس فيك؟ بلاها بقى اياد، صار لك 20 سنة مش شايف امك، وبعيدة عنك 5 ساعات بالطيارة، وكل شغلك بالطيران صبرم العالم 100 مرة، استحليت شي مرة تيجي تشوفها. بعدين شو اللي معصبك مني هالقد؟ شو عملت لك تتنرفز هالقد؟ انا مزعوج لانك انت ما عم تحسي فيني. انا ماني حاسة فيك؟ ماني كل نهار قاعدة هون أنا وبنتك ناطرتك وعم بهتم فيها. شو عملت يعني؟ رحت جبت كم غرض لإلي؟ هالقد بدها تعصيب؟ ما كون خنتك مع شي شاب حلو مثلا وأنا مش منتبهة. شو بكي جنى؟ ليش متغيرة؟ كيف يعني مغيرة حبيبي؟ في شي بدك تقوليه؟ قولي شو في؟ لا ابدا، بس حابة انبسط شوي قبل ما نرجع نسافر ونروح على شغلنا. غلط؟ ما بحق لي؟ هالقد بنظرك صرت مرة كلاسيكية؟ هالقد صرت ختيارة ولازم امشي على العكازة مثلا؟ لا مو هاد قصدي، انت بتعرفي منيح انه مو هاد اللي قصدته. لا ما عم بعرف شي ولا بدي أفهم شي. ليك إياد، بديك أنت تفهمه إني ما بقى اسمح لك أبداً تقلي إني ماني حاسة فيك وبموت أمك. أنت بتعرف كتير منيح
إنه أنت لما كان بدك تجي، وأنا حاولت المستحيل حتى أقنعك تجي. أنا كنت مصمدة فرصة حتى أروح أنا وياك على حيال لبلد نتسلى وننبسط سوا. هون رجعت عشت أسوأ أيام حياتي، التقيت بنبيل وأزاني وما خبرتك لأنك محزون، فوق هيدا وكله تتهمني إني ماني حاسة فيك وبموت أمك. بعتذر جنى، بعتذر. بس أنا مكركب شوي لأنه ابن أخي خطف البنت اللي بحبها وحكى معي، وأنا قلت لهم ينزلوا لعندي هون على الأوتيل مشان أشوف شلون بدي حلهم هاي القصة. يعني رح تبقى معهم وما رح تروح معنا على السهرة؟ لا رح روح، رح روح أكيد، بس بدي أقعد معهم شوي بعدين بلحقكم. عظيم. أنا رح آخذ زينة عند أهلي وبلبس عندهم وبنلتقى بالمطعم، وأنت خلص أمورك وبنلتقى هونيك. إيه أكيد. طيب. أكيد رح حضر تياب زينة وبيجامتها وكل شيء. بحبك أنا، بحبك كتير. هاي كلمة حلوة بالآخر. بالأول وبالآخر معك كل شي حلو. إذا اللي فهمته مزبوط بدك إياني أتصل من تليفوني لتليفون صاحبتك لأنه ما عم بترد على رقمك، هيدا اللي بدك إياه؟ إيه، إذا ما في إزعاج، بدي أعرف إذا هي عم ترد وعلي أنا ما عم ترد، أو إنه هي ما عم ترد على حدا، فهمت علي؟ لا نديم، هيدي القصة بالذات ما فهمت عليك، بس فهمت شي تاني، فهمت إنك رجال بلا إحساس، وفهمت إني بعدني مجدوبة لأنه كنت لمبارح بحبك. ما أنا بس بدي حل عني، بترجيك تحل عني، أنا حليت عنك، فاهم؟ وفي الهجوم ثانية سنكون على أتم استعداد له. نعم، وبالمناسبة لم أكن مشغولا بالعد، ولكني أكثر من أحرز. يلا حبيبتي خلينا ندوب شنطة. يبدو أنه التقط شيئا من لعب هذا المستوى. رح تنامي عند أمي وبي الليلة، رح تحبيهم كثير، خاصة ماما. فيك تعيدي لتيتا إذا بدك. بس أنا ولا مرة كان عندي تيتا. يا روحي أنت، يوم رح يصير عندك رح تحبيها كتير وهي رح تحبك كتير. بصراحة معك حق تتنهد، أنا مطرحك كنت فليته وتركتها من زمان. بتحرض الزلمة على بنتك نديم؟ إلا شو ساعتين عم تلبس، معقول؟ لك يا عمي أنا مبسوط معكم، بس عتلين همكم تقوموا تنقصروا فيي أو شيء؟ لا ولو، أنا لا شغلي ولا عملي، وهيئته نديم بهالأيام كمان عاطل عن العمل. بحب ذكرك إني محاسب محترف ومسؤول عن حسابات شركة طويلة عريضة، وبذكرك كمان إنه حياتي الخاصة بتعنيني إلي وبس، وبتمنى ما تتدخلي فيها بهالطريقة البشعة. يعني عن جد ما تواخذني، ما كان قصدي اجرحك. بحب خبرك انت ووسام انه انا كمان قريبا رح بطل عاطله عن العمل، رح بلش بالشغل. انت بدك تشتغلي؟ انت اللي بحياتك ما اشتغلتي ولا يوم، وبشو بدك تشتغلي من غير شر؟ بحب ذكرك انه حياتي الخاصه ملكي انا وبس، وما بحب تتدخل فيها بهالطريقه البشعه، اوكي؟ تقوم شفتينا وين صارت. اوه، ردت لك اياها على السريع. ما بعرف شو صاير لك. تينا كمان مش على بعض. انت بتعرف شيء؟ خبرتك شيء؟ لا ما خبرتني شيء. بس قالت لي انه ما كانت منيحه وصارت احسن هلا. لا وسام، لما الشخص اللي بنحبه
بيتغير معنا ومع حاله بشكل مفاجئ وبصورة غامضة، بيكون في شيء خطير. ما تترك القصة تكبر وعرف شو بها، لأنه تينا مش على بعضها. أنا بيا وحافظها عن غايب. ما عم بفهم ليه مزبطة حالك هالقد؟ ولو يا ماما ولو؟ بدل ما تقولي لي واو يا بنتي شو طالعة حلوة، بشكرك يا رب إنك خلقت لي بنت حلوة مثل بنتي. أكيد بدي أشكر ربي، بس بعد لهلأ ما قلتي لي ليه عم بتزبطي حالك؟ لأنه عادة ما بتكون سهرة هالقد كبيرة. سهرة كبيرة وفيها رجل أعمال كبير مثل الأستاذ إياد. ماما بترجيكي ما بقى بدي أحكي بهذا الموضوع. هذا الموضوع اللي عم تحكي فيه بيخرب بيوت. بعدين انت خلص بدك تقتنعي انه انا وهيدا الزلمه ما في شيء بيربطنا، هيدي كلها اوهامي براسك. بليز مام ما بقى بدي احكي بهالموضوع، اوكي؟ يلا بحبك. حدا اجا؟ لسه ما حدا اجا. قولي علي، الاولاد قاعدين بحضن امهم وعم يرجفوا مثل ورق الشجر بالريح. قولك ليش ما عاد حدا قرب؟ قالوا لنا بعد ساعه وما حدا رجع. يكونوا عم يتشاوروا، بدهم يطبوا هالفضيحه. لسه ما اتصل مجد؟ لا لسه، بس اكيد رح يتصل. كله من تحت راسه هذا الكلب. إيش لهون خربنا عيشتنا؟ أخنع الولد يخطف البنت وراح فيها على بيروت، ونحن عاشمين علينا أهل الضيعة، بيقتلونا وبيزتونا بالشارع، انبسط هيك؟ رواق؟ بس قسما بالله أنا بورجي، ما راح أترككم، وبكره بتشوفي. يا ربي دخيلك. يا ربي دخيلك توقف معنا. يا رب. أهلين سالي. يا أخي عواصل بكره كرمال روحنا عندك على البيت وانطرك. أنا بكره ماني راجع. بكره بقيان هون. أخي جاي من سوريا على لبنان. بدي أشوفه وشوف شو في عنده مشاكل مشان أساعده فيها. رامي ما تلعب معي بليز. ما بدي نتخانق، أوكي؟ بعدين اشتقت لك كثير أنا وبدي إياك ترجع بسرعة. لك أنت ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا أخذت إجازة ونزلت لهون لشوف أهلي وأصحابي اللي ساكنين بلبنان، ولهلا ما صار عندي وقت شوف حدا منهم. بقى بس خلص اللي علي ويصير الوقت برجع. فبليز سالي ما تكوني عبء، ما تخليني أحس إني عم بكرهك. إيه؟ تكرهني؟ ليش شو عملت لك لحتى تكرهني؟ أصلاً مش ممكن تكرهني. ما هيك حبيبي؟ شو نسيت كيف كل الليل كنت عم بتحبني قبل ما تسافر؟ انا عم بقول انه ما تتصرفي بطريقه بشعه لحتى ما اصير اكرهك، فهمتي؟ اوكي. شو عامل الليله؟ باقي بالاوتيل؟ لا بعد شوي طلعت عشان انا واصحابي. مين اصحابك؟ دكتور جنى ما هيك؟ مع 10 اشخاص، من بيناتهم الدكتوره جنى وخطيبها اياد. وبحب ذكرك سالي انه الدكتوره جنى خاطبه ومغرومة بخطيبة ورح تتجوز على قريب. هي مغرومة بخطيبة، بس انت مغروم فيها مش هيك؟ انه في افهم على شو مغروم فيها، يعني انه انت هيك ستايل تبعك بالنسبة بتحبون انه الدكتور وجدية وراسينة ومثل التعوط. سالي بس ارجع بنحكي بكل التفاصيل، اوكي؟ على فكرة ليه ما فاضية بالك؟ وتلاميذك كلهم استفقدوا لك مني وجر، والدكاترة كلهم غيرانين منك على فكرة، بيضلوا يسألوني ليه بضلني أحكي عن دكتور رامي. إنه متفاجئين فيا كيف ما عم بقدر أدرس ولا أعيش من دونك. أنا
شو؟ شكلك ما عبالك تحكي بابا. طيب حبيبي باي. على فكرة ما تنسى تسلم لي على طعم جنة. تترك البنت معنا الليلة؟ ايه ظهرها هي وخطيبة. قطيع اللي تقطع دخلك ليه ما بيجيب شي مربية او شي خادمة معه من لندن؟ هيك ما بيلبكنا او بيلبك جنى بالبنت. هيقته بخيل الشاب، بخيل عيني. يا حبيبي يا تقبرني يا ابني، ما خص البخل بالدق. القصة قصة امان، هون البنت بتكون بأمان أكتر، كأنها مع ستة وجدة. ستة وجدة؟ لك أنتوا أي متى رح تكبروا عقلاتكم وتشوفوا الواقع مثل ما هو؟ ده لو بدي يتجوز جنى كانت تجوزها من أيام نوح. خليك ليه بعد ما تجوزها؟ لتصير فوق الأربعين وتبطل تجيب الأولاد؟ شو رأيك أنت تتجوز خي وتجيب أولاد؟ أوعى تعطى الهمة، أنا منتبهة على حالي كتير منيح. ما تتلأمني، أنا بدي مصلحتك، ما في شي ضدك. ما تعطى الهمة، أنا بعرف كتير منيح وين مصلحتي. أنت اهتم بحالك وبس. أنا خيك وهودي أمك وبيك، ما بيصير شي إذا خفنا عليكي. بدنا مصلحتك. أها، مثل ما كان بدكم مصلحتي وقت جوزتوني بنت 16 سنة لنبيل العظيم وزتيتوني بمصر كل يوم أكل قتلي شكل ما هيك. ليك حبيبي، بحب ذكرك أني صرت دكتور قد الدنيا وشهادتي طولك، وإني علمي بأهم جامعة بلندن وبتصرفي على البيت. عرفناها للخبرية، في شي غيره أختي؟ عالا كان مني بحاجة لنصايحك. طلعي بهذا القعد وراي، هيدي اللي قاعدة حدك. فكرك راضيين عن سلوكك؟ قاعدة مع رجال من دون جازي؟ لا حبيبتي لا، هن ساكتين وبالعين الموس لأنك عم تصرفي على البيت مصاري. بس أنا ما فيي ضل ساكت، بالنهاية أنا خيك وسلوكك بيأثر علي. سامعين يا جماعة؟ سامعين؟ قال سلوكي بيأثر عليه؟ قال سلوكي أنا بيأثر على واحد مثله؟ خلص جنى، خلص جنى، عادي عادي أمي وكفينا شره. خلص خلص بابا، خصابنا بابا تحمل. هيدا حديث كله ماله عيزة، أنا بعدني عايش وأنا بحكي مع بنتي بهذا الصوت. أنت سكت وفوت على الأوضة. كل ما صار لك مجال تسمعيني كلام أنت بتسمعيني، كل ما صار لك مجال تهينيني بتهينيني. كله لأنك جارية هذا البيت بالمصاري، وشاري خيك وسام لأنك بتساعدي بأجار بيته وبعلماته. فكرك تشتريني بالمصريات اللي بتبعتي اليوم كل آخر شهر؟ فشرتي دكتورة، فشرتي. وأنا بوعدك إنه قريبا رح بطل وزك حتى ماديا، ورح نشوف رح نشوف. عم بعمل عاطل إذا صحت أمك وبيك ووسام، ما هيك؟ هودي جرايم؟ لما تكون حسنة لوجه الله مش جريمة، بس لما بدك تشتري البشر وسكوت البشر جريمة أختي، جريمة ونص. أنا عندي أغلاطي أختي، بس أنت كمان عندك أغلاطك، وعي على حالك. هي يا ربي دخلك يا امي روقي، يا امي روقي، ما بتعرفي بدي موت لارتاح. انتوا حكيتوا شي معهم؟ لا لا، انا ولا زهرة حكينا مع حدا. قلت بشوفك بالأول بركي بتساعدنا شو نحكي على التليفون. انتوا ما فكرتوا بأهلكم قبل ما تهربوا؟ مجد انت ما فكرت بأهلك انه بجوز يتقلعوا البيت ويصفوا بالشارع؟ عمي انا ما فكرت بشي،
بس فكرت إنه زهرة ما لازم ترجع اليوم. ممكن يعملوا فيها شو ما كان، ممكن يضربوها، يؤذوها، ممكن يجوزوها لواحد ما بتحبه. كمان هون نفس العقد ونفس القصص؟ إيه. منشان هيك ما بدي قصة عمتي زينة تتكرر مع زهرة. عمي، أنا بعرف قصة عمتي زينة. أبي خبرني إياها وأمي الله يرحمها قالت لي عنها. بعرف إنه انتحرت لأنه جوزوها من واحد ما بتحبه. هلا بلا هذا الموضوع. نحن لازم نحكي مع أهلها. وأنا رح أحاول بكرة أطلع أضبط كل القصة. عمي ما تحاول تضبط شيء. أهلها ما بيحبوني وما بدون ياني وما بدون يجوزوني إياها. كتير حلو هالمحل، أول مرة بجي عليه، مهضوم. بكي شي؟ لا أبداً. أي ساعة بيوصلوا؟ يعني حضرتك دكتور مثل جنى بتعلم معها وبيزيت الشغل؟ أي نعم، أنا زميلة بالشغل وصديقة كمان. اسم الله عليك، وعيلتك كمان معك بلندن؟ لا أنا لساتني عزابي. نفرح منك لكن. شكراً. واو، ما أحليكي يا ماما، ما أحليكي. جاهزة للسهرة؟ أكيد جاهزة. ماما ما بدي وصيكي، زينة مثل بنتي، تبهولة. يا حبيبة قلبي، انت جيبيلي بنت حلوة مثلها وأنا مستعدة كل ليلة خبرها أخبار وانت تروحي تسهري مع جوزك. شو رامي؟ ما بدك نمشي؟ يلا. وينك زهرة؟ وينك؟ قولي قولي لي شو صاير فيك يا أمي؟ بك شي؟ عمل لك شي ابن الحرام؟ رامي فيك تسوقني؟ اوكي. مجد هلأ بتجيب زهرة وبتيجي على الضيعة. الوضع هون كثير مكركب. اليوم اجوا أهلها للبنت وهددونا وقالونا إذا ما بتيجي البنت اليوم راح يسلمونا للشرطة، ومو بس هيك ممكن يزتونا برات البيت وبرات الضيعة كلها كمان. بكرة طالع عم إياد يطلب إيد زهرة من أهلها وراح يدفع المهر اللي بدهن إياه. لك يا حبيبي أنت شو عم تحكي؟ الجماعة ما بدهن إياك، حتى لو عمك إياد دفع له مال الدنيا هن ما بدهن إياك، فهم بقى؟ هات التليفون. اسمعوا لا افتح السبيكر، خلي عمك اياد اسمع شو بدي احكي. بده يعني افتح السبيكر. افتحه يلا. اللي اسمع اياد، اذا جاي تخرب لنا حياتنا هون ما حذرت، بعيدي عن اسنانك. ولادي ما بيزتوا بالشوارع. قسما بالله العظيم اذا ولادي بيسيبون شيء راح ادفن بنتك تحت سابع ارض. هلا بتبعت مجد وزهرة على الضيعه، البنت لازم تروح لعند اهلها. خلصنا بقى، لكن فضحنا رح يقتلونا الجماعة، إذا ما بتعمل هيك رح تشوف واحد ما بتعرفه. عم تفهم؟ مين قالك ما بعرفه؟ بعرفه كتير منيح، مشكلتي إني بعرفك كتير منيح محمود. اسمع، أنا بكرة رح أطلع عند أهلها لزهرة ويلي بدهن إياه بيصير. يلا الله معك. سي
بس والله فكرة منيحة. يعني إذا إياد بيدفع مهرها للبنت تنحل كل المشكلة. بلا أفكارك، دخيلك بلا أفكارك، ما بيكفي اللي عمله ابنك، كره ستنا بالشارع، ضبه وربيه أحسن. إيه اهدوا، اهدوا شبكون جنيتوا، لك اهدوا مشان الله اهدوا، اهدوا. خراس ولا؟ لك خراس. إعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الأخرى، كما يتضمن جدول أعمال الاجتماعات مسألة التهرب الضريبي اللي حركتها بالفترة الأخيرة فضيحة أوراق. تخليك مع مين بتضلك تحكي بدل راسك بهالتليفون؟ واتساب. تينا حطت لي على تليفوني واتساب من زمان. ايه بعرف، بس ما بحياتك حكيت عليها هالقد. قلت لك من زمان، هلا عم بتحركش بالكل. عندي قصص كتير بعتين لي اياهم، هلا عم رد عليهم. ليلى بنت عمتي، وعايدة بنت عمتي، ورورو، وباب باب ابن اختي يقبرني على طول بيحكيني من باريس، هلا عم رد عليهم كلهم، ما حدا عم بيصدق. بتعرفي اني مبسوط فيكي؟ ميرسي. انا كمان مبسوطه بحالي. اتاري هالواتساب بيسلي. هلا عن جد بدك تشتغلي؟ عايده بنت عمتي كل ما اتصلت فيي بتقلي تعي ساعديني بالميني ماركت. من وقت ما مات جوزها الله يرحمه وعم بينقص في عمرها بين الميني ماركت والولاد. فكرت بالموضوع، قلت انا ليه ما هي بتشتغل قبل الظهر وبعد الظهر بتروح لعند ولادها، وانا بشتغل من بعد الظهر لعشيه. ليه عم تضحك؟ انت بدك تشتغلي بميني ماركت من بعد الظهر للمساء؟ ايه وليلى، وهيك بتفضل انا وياك لاتينا، انا قبل الظهر وانت بعد الظهر. يعني انا وياكي ما بقى نتلاقى على العشاء بركه، هيك بزياده بين الاصحاب، ما هيك صديقي؟ بتعرف شو طالع عبالي جنجر بعمل لك؟ ايه نسيت انك ما بتحبهم. السهرة لوحدنا؟ جهتي أنا ما في مشكلة، أنت مزوجة؟ أكيد لا، بس إنه هن معزومين معنا ما هيك؟ تأخروا، ما تأخروا؟ بكونوا على الطريق حبيبي، خلينا لحالنا مبسوطين. سام كيفك؟ كيفك انت؟ منيح سوري تأخرت عليكم، بس كان عندي مشكلة صغيرة عم حلها. هاي تينا. كيفك تمام؟ شو وين جنى؟ جنى أخذت زينة لعندكم على البيت. ورامي كان معها؟ لا ما بفتكر، ليش بده يكون معها؟ ما بعرف، ما قالت لي شيء عنه وأنا كمان نسيت أسأله. شو تينا؟ ليش ساكتة؟ في شيء؟ لا أبداً. شو؟ ما بكون شربونا معكم؟ ونحنا ما كان عنا مصاري لنشتري بوزة، شو نعمل؟ كانت أيام شتوية والتلج شي مترين، نروح نجيب أنانة إزاز هالقد طوال ونركض عجنينة ستي أم سعدة. ستي أم سعدة كانت مرة اختيارة وعندها 5 بقرات، نروح نحلب لها البقرات بالخفي ونعبي هالحليبات بالأنانة ونشك بالأنينة خشبة ونحطها بالتلج، بعدين تجلد نجي نكسر الأنينة يطلع لنا بوزة جوا
ونكلهم. معقول؟ ايه؟ كانوا طيبين؟ كتير كتير طيبين، يا عمري شو كانوا مين طيبين؟ مين بهلال؟ فوت. ازيك عمو؟ انت شو جايبك لهون؟ انا صاحبي اللي عازمني مش جاي من نفسي. بعدين قال لي في بنوته حلوه هنا فقلت اجيب لها معايا حاجه حلوه. ازاي؟ ليه كده بقى؟ تشيرز. مساء الخير يا جماعة، خليكم خليكم قاعدين. تينا خطيبتي رامي. تشرفنا. شو هالجمال أختي؟ طالعة كثير حلوة. ميرسي حبيبي، عيونك الحلوين. كيفك إياد؟ منيح؟ شو وين التقيتوا؟ حكيت معها لشوف وينها، قالت لي أنا ببيت أهلي ومعي سيارة. مو قدران يسوق فرحت واخذتها. طيب كنتي قولي لي كنت مرقت جبتك لهون؟ لا حياتي عادي. شو تنتون؟ حبيت المحل؟ كتير حلو. بس ما تعطلي هم، ما رح نكمل كل السهره هون، انه هيك محل رايق وبزاهق. هلا رح ننقل على غير مطرح، كتير رح تنبسطي، محل كتير رح يعجبك. ما رح تشربونا شيء؟ مات؟ قولي لي يا حلو، انت طنطي جنى عايشة معاكو في لندن في نفس البيت ولا؟ هي انت ممنوع تسأل البنت ولا سؤال. أمي ليش خايفة من جوابات البنت؟ أمي أنا مش خايفة من جوابات البنت، بس ممنوع هو يتدخل ولا يسأل ولا سؤال. أصلاً هو ما قاله شي ببيتنا. ليك نبيل، أنت كنت جوز بنتي واتطلقت وخلصنا. أنت بتطرديني تاني من بيتي يا مرت عمي؟ أنا مش مرت عمك، أنا كنت مرت عمك وبطلت. بس هترجعي، ذوق عافية هترجعي، لأن جنى مش هتعيش مع حد إلا أنا. وأبو البنوتة اللي أنت خايفة على مشاعره ده بتسلى بنتك يومين، هياخد مزاجه منها ويرميها لك. ليك بعد ما احترمك لانك ضيف ببيتي، بس اذا بدك تبلش تقلل من احترام بنتي وتقلل من احترامي واحترام مرتي، بتمنى عليك تقوم تفل من البيت هلا وما ترجع لهون ابدا. كده كده ونص. اذا فادي بيقبل يصادق انسان يقلل من احترام اخته، انا ما بقبل حدا يغبر على بنتي ولا على شرف بنتي، فهمت؟ سبي هيدا كمان بيتي إذن. هيدا بيتي انا، وانا بقرر مين يلي بده يظهر من هون بيفوت، واذا مش عاجبك انت ظهر من بيتي كمان، شرف بنتي قبل كل العالم، فهمتوا؟ خلاص خلصت. تبي سلميلي على بابا يا حلو؟ هسيب لك بيتك يا عم. ماشي، هبقى اكلمك يا فادي. انتوا شكلكم كده ما بتحبوش الجاتوه. ليكل اذا بعد بسمع كلمه من تمك طلعت عن اختك بزتك بريت البيت وبحسبك مش موجود. بتلفي لي قلبي شو بدك تعملي اختك وبتوقف مع ضد اختك اللي عم تصرف عليك بالطعميك يا بلد شرف. بتفوق عليك بعد شرفك. خلص يا حبيبتي روقي، خلص راحوا، خلص خلصنا. يا تقبليني رح ارجع خبرك قصه. Thank you.
بكون كثير مبسوطة بهيك مطرح. لا مبسوطة ما تعتلي هم. ايه عالا كان هلا رح تفرجينا رأسي، حيجزت لكم أحلى طاولة بالمحل. أنا بعرف تقبريني قديش رح تموتي من الخوف على بنتك، بس الصبي حكى معنا البنت بأمان وعمه معه، يعني ما رح يصير شي ماله منيح أبدا. شريفة يكون بعلمك لو ما أنا كنتوا كلكم برا وغراتكم محروقة بجنينة. لك يا جملة يا حبيبتي، والله القصة ما لها حرزانة كل هالقد. قلت لك البنت أماني برقبتنا. كل بنت نايمة برات البيت مع شاب غريب، البنت ببيروت ومش عارفين عنا شي، أهلي وأهل بي عم يغلوا. أنا لما عرفت بقصة بكرة وإنه جايين يحكونا ترجيتهم ليسكتوا بس لبكرة، بركي القصص بتنحل من دون جرسة وبهدلة. البنت يتيمة وتحت نصيبة يا شريفة، وما بدي إياها تنشمس. أنا حاسة فيك تقبريني وبعرف بشو عم تفكري، بس أنا بأكد لي إنه بكرة رح تنحل كل القصص، ترجع لك بنتك صاخ سليم. والله نحن قبلنا مو أزعر، بالعكس البنت منصانة معه لأنه هو هيك وعد أبوه وحلف في رحمة أمه وأخته. ترجع البنت بكرة وكل واحد منا بطريق، فهمتي؟ أنا ما بقى أحمل مصايب ورعبات، ما بقى عندي غير هالبنت بهالدني كلها، بدي إياها بالبيت صاخ سليم، وإلا رح تفلت الضيقة عليكم يا معطر، تبقوا أحالكم. شريفة أنا ما بدي إياكم تنقذوا بسببي، بس يلي بيمس شعرة من رأس بنتي رأسه بينقطش قطش، فهمتي؟ Sexy and I know it. حبيبتي تعبان مالي قدران. انت تعبان بس انا مالي تعبانة ابدا. وسام اكيد رح يرقص دينا. رامي رقصني. شو دكتور؟ بلندن كل يوم سهر للصبح. احس صرت ادمي. يلا 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 رامي رقصني يلا. شو بها أختك؟ الظاهر أنه جنى تقلت شرب. وسام قوم جيبها ورجعها على الطاولة، أحسن ما أقوم أخذها ونمشي.
بسمت سمعتني كتير منيح. ما زالك غيران علي هالقد، شو عم تعمل معي؟ رجعي عدني، إيار كثير متوتر، وأنت وترتي كل الجو. حبيب قلبي موتر. خلص وسام، ركوع أنا بتفاهم معك. خلص رامي بس. جنى شو عم تعملي؟ ليش هيك عم تساوي؟ طلعي فيني. ليش اليوم عم تعملي كل شيء بيضايقني؟ لأني تركتك تاخذ راحتك. ما عشيتك. شو صعب ينسى حبيبي.
أصعب كم من حياتي يا